إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر روح قبل أن يا كتاب قال عربية بين يديك جزء صدحات حاشدة لباب قولي كوبي اللحدن استيعاب ومعنيه اللي فهمه تدريب واحد والليلس كوبات رتب اسكوها بيه ويسكوها قاتي الأفكار أفكارتا التالية تصوصعتا كما وردت في النص سيد النص أما هذا الكينو سوى الشغن أغو سوى أرورتا أو قرفين يسوها بيه وسي أكله الرئيين أكله الرئيسي الأفكار أفكارتي واتن تنوى الأفكار مرتبة أفكارتي سيد أكله الرئيسي أكله الرئيسة أو تحنبه دو قريسة. وهو ألف إذا كان لابد من الحديث هذه الآن لقم مارمين إن لقوا الرمو عن أسباب الخلاف سببه خلاف للي لحمري حاسك أمر هيرك قويسك فيجب واجب أن يكون ذلك بعيدا عن الأطفال إنه كفو قادو عرورته وعرورته آني مقل. يجب واجب وضع وصوص إن لو قندق يسرلك لو سبعي مركوري لحل المشكلات سن لو حليو أما الله فرفر الله رفر ضاميو بين دباتوين كخدعة بين الزوجين لبدا يسقبا إيا خلافاتك إيا موران كصورة حمراء كل كورين أوسي سمايستان قضبه سلدقا أو حال النقضة أيها وناكسن كان يعترف هو حكمي دو قضبه أن يعترف إنه قرتو أقوان صدو أو قرتو أنا أقرادو المقتيو قفك قلدبا لبدو ده بخطيه قف كيسا أوه كان سوري هذا قلت كأني قاله حالكي سوري ويسا جيم لا يجوز ما بنانا أن يعلمين يوغادان على ابناه عرورت بالشيء وحكم ده بالشيء وحقون هبا يراده ومن الخلاف بوران كا آبه يهو يده إن يوغادا يعني ما هبونا مرسحها الذي يأمران كي يحدث كدع بين الأبوين لبضا أبو يعني آبه يهو يده الأسرة قويس هي الأمل ورجدة لغا قبو إلا رجال السجيو في تقديم الرجال والنساء إن يوسف قد بيان وإن يكسو كرديان يكسو الضران رجل يضمر الصالحين وناكسن للأمتين ومدى كسو كرديان مارت بلشد يقف الأبناء وهي هدي يقور استاغان عرور تسكرب تاغان مع المظلوم كلاقا قردرين هاي من الأبوين أباها يهويد إليهين ما أنت يستاغا لقا قردرين أو قرتلين كاسيس قرب تاغارو تاغيران. يجب واجب أن يعالج إلا دويو الخلاف مرنك بين الزوجين ودحايا يلا بدا يسقبا بصراحة سعة دانا أو قيحانو بريرا وآن لقا ورغريقين سي لو قارا حل يعني واحتر لي وآن سعة لو دويا خلاف كتيرا. تدريب تاني ليلس كالباد وائم مركا أفكار تاسيسي أوها بيستي ودسو مرهبات كيك دونتا محوها نسكي وائم اسكو هبه اسكو رها قاتي بين السبب سببتا كترت في ألف سببتا واحد لسي ألف كو قرن قيبتا ألف كالليس كالت ألف يو نتيجة واحد كتا شيء أو في بقى كترة مركز سببتا ألف كترتا لها نتيجة إيا واحد كتا شعرا قيبتا بعضا كترتا مركز سبب كستي نتيجة لإسرادون بسبب ظلم أحد الزوجين لبدا اسقبا انو ميد قردرل انو كا قردرنادا الاخر ككله او ميد كود او ظلميو او ميد قردرل يمادو ايا تجعل وحا كدغتا ايا يقف وحا استاغان الاولاد دالك قبل قبلن سمركا الف كا دالك لا دونيا ايا يقف استاغان الاولاد وعرورته مع من قفكي بيس اكتاغان قرب سيان او اي هيليان يحسبونه أيو ملايينيان أيو ملايينيان كل كأيوكو مظلوماً اللي جي قردني هاي أو اللي جي قردني هاي أيو أركان حديقه في مدهان الظلمو ككلاء أرورت واحد يشرتها غيرنا قرب سيان
كاي وركين لي غردريه تاسا تالا دونيسا اتني ان امتناع الزوجين ايغو اسكا دايه لبدا اسقبا عن الخلاف مرنك اي اسكوريماتك جوجيا اما الابناء ان ابدكودو هرتيدو كمرمان هدي اسكا دايان او اي تامارتي اسكا الاليان فإن ذلك يساعده عاوية كاسي على سرعة حل المشكلات إن سدق دقة الله حليه إن سدق دقة الله حليه مشكلة هكذا أي عاوية مركاني دونين مركاني دونين إن أي مارتي كمرمان أبد كورتيزة waxa caawinaysaa inay hore u gaaraan xal oo ay maartay hal gaaraan in imtinaaca zawjayn labada zawj labada isqaba haday iska daayaan إن امتناع الزوجين لبدا اسقبا هذا اسكت ايار جوجيان عن الخلاف امام الابناء ان اسكو خلافان كنا مرمان كنا دودان اوبد كهرتيسا يساعد و عاويا كاس على سرعه حل المشكلات ان سي دغدغ لو حلين كرو دباتوين كدحيالا و waxay doonayaan oo ubad ki ogaano hore arintan loo dhameey doonayaan اذا اختلف الابوان هذا اسكو خلافان كمرمان لبدا aaba iyo hooyadu ama ma difli ilmaha yar hortiis haday ku murmaan wuu go'o dambeyad qaadanaysa fa inna dhalika arintaas yatruku wuxuu kaga tagaa fi nafsi ilmaha naftiisa afaran raad kabiiran weyn oo aan ka harin oo nabar ku noqda oo uqdad ba keeri kara ayuu raadkaasi reeba waayo ma jecla labadiisa waalidina murmaan midna waxba ma oran karo wuu naxayaa dabadeedna wuxuu noqonaya murugaana ku dhacaysa dabadeedna raad bay kaga tagaysaa xun إذا أراد الزوجان هذي دونان لبضة هذي دونيان لبضة إسقبا ألا يعلم بشجارهما ألا يعلم بشجارهما إن أنو مران كودو أوغانين أحد قفرنا أنو أوغانية خلاف كودا سارعا وحيودك دقان لبضو دبا إلى إخفاء الموضوع إن أهنتم أيسوهيان أي قريان حتى لا يعرف السي أنو أوغانين أو أوغرانين أحد قفرنا ما حدث وحد عاي إلا أن يعدو قاتم الدوريان معاملة الأب هذو أبوه ولا دقمه للأم هو يلا بشدة سعة دقون حريص الرعاة تجعل واحد كده كتاب معاملة داسي دقن كأضي ألمنا أبتك يا عهورته يكرهون إن نعان الأب أبها كثيرا إن بدن هذا معام باتي ما ضو العلولا إذا وضعت أسس هذي اللي دقو يعني قضبو سردقة لمواجهة المشكلات سيدي اللي وجهه تقول هذا دباتوين ك قول قد حديث أه خلاف كأ هذي اللي دقو عمر خورا أبه يو هو يصير كتان إن أي حير أي سماستان هذي أرين تاسد على تاسا إنه دو إنه كل حالنا هنا تاسا ده تماما تاسا إنه كل حالنا هنا عمر خورا حير أي ليه يقول يلا هذي ليهين وشيس كويهين فإن هذا قبو فإن ذلك أرين تاسي يحد وحي وحي رئيس أسر كده من الخلافات الزوجية muranka qoyska dhaxmara ninkii iyo gabadha arintaas way yareysaa markay qodob iyo xeer iyaga u gaaro heshiisku yihiin ay jirto oo halkiina waa la xiraa khilaafkuna si sabab u yaraada isti'aab wa fahamki iyo mufradatun arayo gaar loo sharxayo iyo wa tacbiraatun hal abuur iyo curis awalna isti'aab horta fahanka horeeya yaani fahankaas waxa weeye marka la wadaa sax waxaas ma saxba isoo waa khald hadaa taan us xadu xalgana fahamday hadaana aan fahmin waxa ka muuqanaysa inaad qald qald doon sameeyso hadaad qayb fahantay qayb aad saxaysaa qaybna waa khaldaysaa yaani waa cabr lag saaray qofka siduu u fahmay tadriib waahid ba calaamada sawab calaamada sax ku qor oo khad ama calaamada khaldka ku qor
ثم صحح الخطأ وحى أبقل الثارتي أضغو صحح الأغر واحد يجب واحد واجب أن يعالج إلا دوية الخلاف ومرنك إيه إسهايسك إيه إسهرباتك كده حيا بين الزوجين لبضع إسقبا بصراحة سعدانا أو قيحان وبريرا أو آن لغا قبانين أو ساري أرنتا لفت الله حقوق يعني أو ميل الجوتي آن لدين وصدق السر هنا أو آن أهين من مدو يحرق إمارتي إيه إمارتي وحل هدو دي لا مجري سر هنا أبا خلافك اللو دوينية تاس واصح يعتمد الوالدان اثنين يعتمد أمسين الوالدان لبضع واحد علي أنا الأطفال عرورته لا يدركون أن يقرنين ما يقال وحل أقول لي هاي أمامه مرتضو وحل قشة كسنة يكون هذا والده إن أنا يقرنين بأمسي عم ضد بدن وحل مو ديال عرورته يريد أن يحب قرنين وحل لقوه سمايني هرتض أما لقوه هل ليه لكن عرورته يريد ما هالله ما الشيقان لكن وحل بضن بضن بيفهمها. ثلاثة يكون الإنسان قف وحل نقضى أسر كيسبة طبيعتها ميالا مدقول ليحلة أو قرب سيئة أو تاغيرة مع الضعيف قفك تاغتا ترى المظلوم إلا قردنا يحي أي قفك ابن آدم في تاغيرة أسر كيسبة. أربعة يجوز واحد بنان أن يهجر إنو كت مقناضو أحد الزوجين لبضي سوى ميت كميد على آخر إنو كعركة مقناضو أكثر من ليلة وحبين كبضا وعن سومر هبين يمالي واحد كبضا إنا هانو مارتي أهلو كمقنان هبين يمالي مالك أمك هبين كيبو شاقي مالنتهم بخطر كرامر كام. خمسة الاتفاق هشيس كالمكتوب قرن يعني السمايستان القرطان لبضا يسقبا له هشيس كالقرن فائدة واحتربوا إليه في الحد إلا حكمه الله يرايه من الخلافات مرنك الزوجية إحاسك يقويس الأحمرة ستة مناقشة المشكلات إن لقد ضوضوا دباتوين كتيرا أبي هويو كتيرا ضوضان أمام الأبناء أبد كفور تيسا تساعد وحا عاوسا في حلها إن لحليو أو مارتي لطنما يسترو دباتوين كي بسرعة سنختا تاسوا قناديض وصح ماها كواكالي أودمي ووصح تدري تاني أجي باختصار عما يري وحنصوص عوصي كوبان وقيت شواب واحد ما أهم الأمور ومحي أرماها أقوم مضان أقوقيمها بضان التي تحقق الرميسي هرقليسة سعادة أفراد الأسرة إن أي كن راضان نرلو ونعيسان ورثها حالة ودقنان لي قويسك أشخاص تكوشرتي أفراد وأشخاص تكوشرتي عرورتي يا أبي ويدي وأقوم يمسن يدو أمر كهرباء مران كويري هاي أو خلافات كويري هذا وكم كوبة كم تاني إتنا في أي سن يمكنه دابة صورت في أي سن دابة يمكنه صورت قلت هاي اللي أقول يعني أن يعلم إني أجدان على بناء عرورته بالخلاف مران كدحي عليه خلاف يس هرباتك بين الوالدين تالو أقول يا بمجد إنه أجدان جودة ما هي رنا ما هو ينادان أصل بين الصهر يا خلاف كأصل ما هو ضربه ويدوم بيكون هايجا. ثلاثة لماذا يقع الخلاف بين الزوجين؟ محورنا مرنكو لبضع سقبل حدوده. واحد كله دون عقوشة يدبي عرضها بين آدنك. مركب أرتودنا مال يعقله يسكون دماها. تبي عرضه يسكون دماها كخلافه يسكون ماذا؟ أربعة إذا كان لابد هدان لجمع أرمين من مناقشة أسباب الخلاف إن لقد ضوض أو لقوض هذلا خلاف هو حي كاني. فكيف يكون ذلك أنت يضوض أسيسي أهانيسا؟ وأنا إذا بعيدا عن الأولاد ميل كفوك وأنا مغلي من أبط إن لقد وضعي لبدا سيسكوي ديان سكونا وليستان دباتة وحي سوي وحي كاني. خمسة متى يسير الزوجاني قرمي قاري كران لبدا يسقبا إلى حل يعني أهرين تودي لما يستران وأي خلاف كي حليان ومارتا أو هلان مارين مردن يعني غالي قرية اللي بدو دواء ومارك أي اللي بدو دواء عرض كدقان يا عرض أنت كده قال يا عرض كشبته عاد بدو كسر نقطان إني مركز حال كير رهال الغوض رهال أهال الضون يكون في عنده مركز عرض وحول الله ما حلين كرو. ستة ماذا يجب على من يعلن محاوات بوقفك أو عضية موتية خلافه خلاف كيسة كده حياة مع زوجتي سجي حاس كيسة خلاف كده حياة قفك كهر شيقة أمام أولاده عروتي سفرتي سقفك كهر شيقة محاوات بوا
waxa waajib ku ah inuu ka dhigto arinta maartay wax oo wax ku qaato tajriba inuu ka dhigo inta hore dabadeedna uu ka haro inta dambe oo aan ubad koortiisa ku muujin khilaafka ayaa waajib ماذا يفعل محو سمين احد الزوجين لبدي سوا ميد كميده اذا اراد هدو دونه ان يعاتب انه عنانته على خرك كره و هو مكا لا تغيا يعني ميل عدله وانا عدله لا جوجين هلكاسو دبدنا عنانته او جيدنيا يا دليشوني وحا اسكدا ثمانيه هل تذكر حديثا حديث محسوسا تهي كهدلي عن معامله عن معامله الزوج سدو لا دقميا نكو لزوجتي حاسكيسا ما حصلت هاي حديث كورهمية وذكر شاك هذا الحصلت هاي وعكمدها لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كريها منها خلقا رضيا منها غيره هد يانو عرانين قف مؤمنين جوار مؤمنة وقبل مثلا وانو نعي هدو كنا عطلقا يدبع توك غير هالي هاي كربا وكوارك كرام ثانية المفردات وتعبيرات ممكن هو رأيهم إيه مارت هالأبوه تدريب واحد هاتي لك علي جمع الكلمات جمع كلمتها التي تحتها خط كلمتها حرق قرين هي من جمع عود سوقات من الناس هذا الكائن كمر صومرني اي كو جرتها كسوقات واكتبه كقر جمع في الفراغ ماشى بنان واحد الخلاف مرن كدحيال بين الاطفال عرورت دحديده ليس معها مثل الخلافات مرنده يا خلافاتك يا استهرماتك التي تكون كواسو دحيال وأهاتي بين الزوجين تحت على أما يعني كذا حيث لا بد يسقله ودوي كل دوي عروت عمر أنت هي مارتي أديك يستان عمر ما مركا الخلاف هو حرقي نهاصري هل كانوا بني خلاف مركا جمع سوا خلافات تبين هل كبرنا بالوجو بحنيا كل فرد قف كسته وحال رجع هذا حرقي فرد ما له هاصري جمع عيسى مركا ماشي بنان لقلنيا كل فرد قف كسته ومن أفراد الأسرة كم إذا قدك كتشة قويسك كميدا سيدا عرورتا ايو هو يدا اي آبها ايو له حقوق الحقوق بكل ايهاي وصرد ايه قويسك وعليه واجباته ساقنا حل ايه واجبات باسانا انو كسو بحل دوني ثلاثة كان لهذا الحادث لعضضني وحي لهيد آثر راد بي لهيد اعمق كقن دير او كحيل دير من الحادث من آثار الحادث وهذا لا دغاي حريقه اثرك كحال دير من اثار الحادث رادتكي او كتغي دعددي اي ارنتي الاولي اي هره يعني حدث كني او كحنون بدنا اما او كراد اما او كدعديس وي كفر بدنيد رادتكي كي هره كتغي او كدما كخوق بدنا دبن اثركي بلا دغاي حريق جمعيسنا هو اثار هلكا بنان با لغلينيا اربعه للانسان عقل يعني ضدك عقل بيلي قفك بين هذاك عقل بيلي ضدك جوده هن عقل بيلي أما الحيوانات حيوان كان نورها كان ضدك أهين مركع عقل بحر غير دقي كم عيسى كنت بلقلني فلا عقول لها عقلية كان هذا مري هذا صدق إن لقوا بمحنية خمسة في لحظة وقت من اللحظات من قرنيس وقت هذا كم إذا أي أنفق الرجل بحية نكي كل مالي حريص نبوه بحية بقى. مرك اللحظة تم على صاري ميسن ولا بني من اللحظات ومرك هالك على جوب حنيه في لحظة وقتي كم إذا من اللحظات وقتي هذا أي أنفق بحية الرجل منك كل مال حولي سورم ستة هذه فائدة تنوع وحتر كم إذا من فوائد قراءة القرآن هذا مرك فائدة إنك لقيها لآخر في القرآن أي كم إذا سبعة خلق الله لنا إلهي وحنا أبو ري خلق الله لنا الاسماع ما قالوا يدغا الله انه ابوري وكل واحد قف كاستو منا انغا مدي مسؤول وحو كم مسؤول يحي او خلك ساري يحي عن نعمه السمع نعمه ام مقلك الهي سيرو الهاليو او وحن انو كدغيسن مركا سمع با لا دغي ايق مخو اها حريقي جمعي سي با قادبنا لو قوريا اسمع هذا ما أقول لا تفسد الناس الناس بالك أقول لا تفسد الناس كما أفسد ولدك ولدك يوم مكر عليك هلك كم عيسى ماشى بنان لجلنيا لا تفسد أولاد الناس هخربين وهحمين أدبتنا كحمين ذاتك عرور تيسا كما أفسدت سادو حميسي ولدك المهار ذاتك خلنا هكحمين هذا يسكح حميسي بالليل مكر تدريب تاني لا يسكح لبعض
اختر واحد كدورتا من القائمة باء ليسك بعضا الحرف حرف كدوره الذي حرف يريد صوره مع الفعل فعل كراعة في القائمة ألف كتر ليسك ألف كم وفعل يحرف فيه سيصدقون ثم استعمل أديكسو ألف عارف فعل هذا في جمل جملين أديكسو مفيدة فائدة لو أضغط أتسميسو وفعل يحرف كسو يسرع الدون حروف توا بقية عن إيا وحويا حروف توا عن إيا أن إيا بقية إلى إيا من إيا على إيا مع إيا في لبنا فعاشنا حق وسيكو قريهن سيوك لليهن الدون وعمرك يتصير ولحد غفل ويل ويسارع ودك دي يخاف وكبغد يحقد وحا و يعني وعراض بوها يرحمه يجب واجه الامتناع يسكدين الابقاء هي الشيء امتناع ديد شيء اللي ديده هي ابقاء شيء اول داي هجري دلوت ما بعيدا وميل كفو على خلاف المرن قبل وي رغبته وجعلك رغبة واكل قعيل رد وعلي المساعدة وطاقيره يعترف واقون صدي يريد هذا سوكالي واحد سلطان تحروف تسأل رعيس وهذا الناس كيسو آخر وقت كود أركيسا تدريب تالت لا يلسك سدحاد اختر واحد سلطورتا من القائمة با ليسك بعض أصفة تلمانتا التي تناسب تكوها بون الكلمة كلمة تكوها بون في القائمة ألف ليسك ألف كتشتا القائمة ألف قيبتي ألف ألف وي القائمة باء تنوى قيبتي بعضا أما ليس كبعضا والمد والبح كلمة كلا الله دوراني الجملة تنوى الجملة دي أو أدي ستيو أدوك خطر تبع هكا أدوك قريسا مركا واحدين الأمور باء قهر ريسا مركا حادة غانس الأمور المهمة الرمها مهم كأ تصدد دوراني سا الخلافات بالكا قهر الزوجية تدال كلا دوراني سا مران كدحمرة أما كده حد عاق قويس كي حاس الأمل رجلا دوري سمركها يوحى للسوق ألف دور الأكبر أقوي رجلا أقوي الفرد أربعة الفرد قفكة وهذا دوري سهلكة يا هذا أوضم بيسا المؤمن قفكة مؤمن كه خضون خمسة وخضون قف ووجدون خضون كبير قف وين وتأكل سبعة وحل وإن لفرفر ولا فرطاميو لنا لما يسترو وحضرت دوران إذا مركا هلك وكوري جيمك مردين يعني حل إياه لما يستر هالي قليا ضدك فوائد بركا ستة فوائد بركا واحد قرآن فوائد إنه يعني كبودني وكل حادي فوائد مركا واحد لونه بعض دوران سا كثيرة فائدين بدن مركا حكوا حل بقى كل حاجة أو مردين أو جيمك هذا دوران سا حل هالي قليا يعني عدي خلاف كل حيزي ثمانية وتعقيد وأتكين وحضرت دوران سا ضعرة شديد أرق مشهد وموقال وحضرت دوران إذا هذا مؤثر يعني موقال هذا كله يبيا عدي أرقته عشر الأحاديث بالخير نوقرن تبين الزايدة دوران سأل مشهورة أحاديث الله وضيقان عنك تدريب رابع لا يلزك أفراد اقرأ أغري كل عبارة هذا الكستة وكم من العبارات هذا اللضاء التالية صوص عطاء وانسج واحد أقرتا على من والها قابك يهبك أقر انتهي واحد كلام أدنى أقر مركا واحد لا بد أن تعالج هذه الأمور واحد لغا مارمان إنا دويسو تعالج هذه الأمور بسرحة سعدانه قيحا تنوى ما تنفق بسرعة إنا سيدك دقوا بحسو تسلي بدمنان إنا دو تكتسي حاصلون بالنشاط سفر فرعون وجيمك هناك أمور هناك أرهماجرة عديدة تتربضا وتتصير لحريدة بسلامة الأسرة نبت قليدة قويسك أيكم بدبادان مران إيا خلاف إيا بربربا أحاديث باجرة باستقرار دقنانشة هل كان أصاليب الكتب هبابك يعني كتبت أوكرة تبنى ميرها بنام بوحيو ستاسو كلاك قياس قاطو والبطاكو ريسا يجب أن يبدأ وحواجه إنو بلابمو مبكرا قور هوري إنو بلابو قبل الزواج قول كهربا متأخرا قردما بعد كذب يذهب إنه تقو الصلاة سريعا سيدك ساه العضلة فصحة وهي بها سوكري بويح ميرها بنان أو تارك بياس قابل قواعد اللغة يمكن أن يكون قاعدون حق اللغة وحن قادنا اسم الزمان
مقع اسم اسم زمان اسم زمان والمكان مثنى اسم الزمان والمكان وين لبضا مقع أي كليهين وقتك يمش وقتك يمش حدير على لبضا مقع أي وقتك يمش وكليهين معناه ذو حوي مركز شغل قبته وقتك لا قبته اسم زمان بالايلا مركز شغل قبته ماشي لو قبته محل هذا اسم اسم المكان أما ظرف الزمان يو ظرف المكان لكن هذا كاسو أنا شغل كده على هذا أنا شغل كده عين وحبل أوران ماي اسم المكان اسم الزمان حبل أوران ماي مركز شغل أي كده على وقتي فهنا اسم الزمان هذا ما يكون عنده هنا يا محي اسم المكان وحكى الله أوران كره ظرف الزمان يا ظرف المكان الأمثلة واتو صار ياشي أدرس برا أو والله أحد وفيرسو مكان الزمان بهرية ماشى واحد كذا اسم المكان بهرية أو اسم المكان كيا ظرف المكان كيا أو ماشى شقده كده عادية واحد حتى إذا بلغ مركو جاري مغرب الشمس هل كعبيده كده عايزي إذا دعتان كاسي أيك كده عايز شقة كده عادي هل كعبيده كده عايز واحد كذا واحد عايز فعل وجاري تانك وجاري تانك حتى إذا بلغ مركو جاري أو صعد كده جاري ee u tagay magrib shams halka caadu ka dhacay say ula muuqatay kulka halka ka dhacay marka ficilkaasa wuxuu gaaritaanka meesha ka dhacay itniin sayta wajahu wuxuu aanba bixi doona oo u jeetanaya maxay ilaa mashriqi xaq cadeed soo bax ee bari cadeed ka soo baxdo talaata min huna halkan waxa ah madlacu shamsi meesha cadeed ka soo baxdo masha bnu wada soo baxo ماشي عبد الصبح أربعة ملعب الكرة ماشي كبدة لقوع يارا قريب من ولده وأجدا محاكوا ذا عيا مرها صورن شقة أما عيا الصبح هنا نقطة أما تكر عضي هنا نقطة أما عيار كبدة هنا نقطة ومرها وحكدا عيا نسق كذا مصنع القطن ماشي لقو سمية ورشة لقو سمية دمت وماشي لقو سمية ولا مصنع كبير ووين ته ووين يعني ماشي لقو سمية ووين oo looga jeer warshadii magma sanac warshada loo isticmaala laakin masnac waa meesha lagu sameeyo laguna farsameeyo ee dunta musallan nisaay meesha ay ku tukadaan dumarku hunaanka waa halka halkan waa meeshi musalla lagu tukanayo waa darf makan huna halkan waxaa multaqal qom halka ay isugu yimaadaan dadku ay ku kulmaan ee midan meel goobo la fariisto oo dadku ma sameeyaan masha ha u fariistaan ama sheekaha ha u fariistaan ama shir ha u fariistaan meel isugu yimaado oo golol isugu yimaada waa meel isugu yimaada marka madrasatul atfal meesha ay wax caruurtu wax ku barataa qariibatu way dhawdahay ee madrasa waa meesha wax ku dhigtaan ay ku bartaan maktabatul jaamica jaamacada halka kutubteeda la dhigo rugta kutubta la dhigaa iyo goobta la dhigaa kabiiratu way weyntahay 10 maqbaratul madina meesha dadka lagu aaso ee xabaalaha ahay ee magaalada madiina xabaalaheedu albaqiic meesha la ila weeyaan iyaduna waa goob oo laakiin shaqo ka dhacdo aasba ka dhacaya tan kutub la dhiga ka dhacaya tan wax barasho ka dhacaysa waa meel shaqo lagu qabanayo kana waa zamaankii ismu zamaankii salaamun nabadgelyo salaamun hiya waa nabadgelyo habeenka leeyahay qadru hatta mad la fajr ila waqtiga waagu bariyo ila xilliga waa bari oo dhiba habeenka dhibaato ma jirto ilaa hab inta waagu bariyo hatta madlaal fajr ilaa waagu barigis naltaqi waxaanu kulmi doonaa isu imanayna mashraqa shams marka cadaad soo baxayso ee waa zaman ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان ثلاثة ساعود وحن صون قندونا مغرب الشمس مركز عيادو دعيس مركز عيادو دعيس صون قندونا كواس نواضر في المكان وحن يجب ان زمان صدح لاس الشرح تنوى عدين ايو مارتي فالين يفا فاهين لقب حين ايو لاحظوا في رسالة اسماء مقعيدة التي تحتها magacid hoostooda uu ku qoray khatun xariiq la mariyay ee fil qaaimati ku yaala liiska taxan
ee tobanka ah alyumna ee xagga midig tijid waxaad helaysaa oo ogaanaysaa annaha iyadu waa asmaadaasi tadul waxa ku tubsanaysaa cala makaani wuquucil ficil meesha shaqadu ka dhacday fii hadaba iyadu asmaau makaani waa magacyo meele ay leedahay oo mid waliba magac meeleed weeye meel buu magac yahay meeshaana shaqa ka dhacday wallaahi aad u fiirso asmaa magacyada alla tii taxtaha khadum magacyada xariiqu ku hoos qoran yahay ee ku yaala filqaaimatil yusra yani liiska xagga bidixda ee saddexda ah tajid waxaad ogaanaysaa amaad helaysaa ood arkaysaa annahaa in magacyadaasi tadullu tilmaamayaan calaa zamaani wuquucil ficli waqtigii shaqadu ay dhacday fiya haddaba iyadu waa magacyadaasi asmaau zamaani waa magacyo waqti magacu ah oo waqtigii waliba shaqadu dhacday ah wa bisuuratin caamatin muuqaal guud iyo haddaynu si guud u tilmaano ama tilmaan guud sawirku waa muuqaalka yani waa tilmaanta guud iyo sawir guud haddaynu ka bixino ama tilmaan guud fain asmaa almakaani magacyada meesha tilmaama ayaa aktharu badan shuyuucan xagga fiditaanka iyo faafitaanka fil kalaami yani hadalka carbeed min asmaai zamaan magacyada waqtiga iyo kuwa meesha dee meesha aada uga badan oo maarata waqtiga magacyadiisu way ka yar yihiin marka la eego magacyada dhulka iyo meelaha magacooda meelaha dhulka ah ee maaratay ama shaqa ka dhacdo ama magacyada ay dhulku leeyihiin ayaa tiro badan alqaacida tan waa gundhigii iyo maaragtay iyada oo la soo koobayo lana maaratay tilmaamayo darfu zamaankii darfulmakaankii ismu zamaani magaca tilmaama waqtiga miye waqtiga shaqadu ay dhacday ismu waa magac mushtaqun la soo jeexay waxaa laga soo jeexay masterka maxaa loo soo jeexay lidalaalati oo maxaa loo samaystay weyga asalkiisaba lidalaalati inuu tilmaamo oo uu tuso dadka calaa zamaani alficli waqtigii shaqadu dhacday magacan sababta loo isticmaalayaaba waa inuu tilmaamo shaqada waqtigii la qabtay ismulmakaan magaca meeshu waxuu isna weeye waa ismulmagac mushtaqun la soo jeexay masterka laga soo jeexay se muctamadka ah oo laga keenay oo ka dhashu ka tafiirmay lidalaalati si uu tilmaamo isaguna calaa makaan alficli meesha shaqadu ka dhacday wayusaaqu waa la sameeyaa siyaaqadu waa samaynta wayusaaqu waa la sameeyaa waa lagu dhawaaqaa ismu zamaan magaca waqtiga iyo ismulmakaani iyo magaca meesha waxaa laga sameeyaa min athulaathii ficil saddex xarafa waxaana loo sameeya waxaana loogu dhawaaqaa loo sameeyaa calaa wasni mafcal ow mafcil miisaanka ah mafcal ama mafcil oo xarakada caynka ayaa ka horna kor dhaban ka horna hoos ka dabana hoos intaasi kala duwan yihin wayusaaqaani waa laga sameeyaa magaca waqtiga iyo magaca meesha labadaa min arubaacii ka rubaaciga ah ficilka rubaaciga ahna markaa ficilkii kii maadaan siduu sheegaya isagu waa madhabkii kuufiga markaase calaa wasni ismu mafcuul ismu mafcuul miisaankiisa lagu keenaa ismu mafcuul bay isku mid yihiin ismu mafcuul ayay isku mid yihiin hadduu ficilku rubaaci yahay yacni darfulmakaankiisa iyo darfuzamaankiisu waxay isku miisaanay ismigiisa mafcuul haddii uu thulaathi ficilku yahayna ama mafcal ama mafcil buu ku yimaadaa oo afartaa xarafa waqad talxaq way raaci kartaa taa u taaniithi taada dhadiga tilmaanta almarbuutatu ee la guntay yacni waa taada gaaban asmaa almakaan magacyada meesha tilmaama way raaci kartaa madrasatun meesha wax lagu barto maktabatun rugta kutubta la dhigo ee u fiirso markaa taaba la socota waa asmaaul makaani asmaada meesha tilmaamaysa tucaddu waxaa lagu tiriyaa aktara inay ka badan tahay shuyuucan xagga fiditaanka iyo faafida min asmaai zamaani yacni inay ka tiro badan tahay walkelimatu lwaaxidatu ereyga qurihi qad tasluxu waxay ku habboonaan kartaa loo adeegsan karaa lizamaani waqtiga iyo walil makaani meeshaba way wada noqon kartaa oo kolba hal eray ayaa meel laga dhigi karaa ama waqti noqon kara see lagu kala garanaya markaa wasiyaaqu siduu hadalku u socdo ayaa huwa isagu alladii kii ayuu xadidu caddaynaya almuraada ujeeddada la leeyahay
كلمة باء ظرف المكان أنا وقرت ظرف الزمان أنا وقرت معها كلا سارة هذا الكلام جفهم وكتشره إنه وقت تلماما يجيء إيه إنه تلماما يجيء مل رسول وصيات هذا الك سعد كهذا الك يهبك هذا الك ورد عيو أيه هو يسوى هبك هذا الك وصعده الذي كي يحدد تلماما يا المراد وتجدد اللي قال يا مركا إنه وقت تلماما يسوى إيه أي تلماما يسوى مل هبك هذا الك وصعده على قدرته يجمل ده يكتشرته إلا الجملة دي معناها يكون سماهنا ساسو معها معناها هي ذا الجملة دو أيلا ذهب على قدر حق رتاب سدو هذا سدو أصعده هي واحد يشيء جيسو يلا قرتاب تدريب واحد بع واحد اقتها حر خطا حريق اقتها حتى اسم الزمان اسم الزمان كأمدر في الزمان كمجع وقتك أو اسم المكان أمام مجع ماشى حريق خاص مري وبين نوعه نوع عيسى الشيك ووزنه ميزان كيسا الشيك فيما يلي وحن صوص عضا يا تشيكيسا الجمل مقتل الرجل ماشا يعني أردن تنكو بين فكيه اللي بديسا فوق أيو دحايا فوقا سراء يكن أيا فكيه يعني مركا عرفو تلمامايا أو يعني وحيابا قفك وحيابا قد منك العرف كيسا كميدا تلو ما هي تصال أهان إما كوا ما هي ظرف الزمان نوعيز وظرف المكان نوعيز ميزان كسوا ما هي مفعل مقتل وياني أو مفعل يتوح اللغي ماذا الحذر نك دكتوني دبضن من ما منه ميل وكنا بتقوى ميل أنو كبر فيلين أي اللغي من كرا قف كدكتوني دبضن من ما منه من ما منه ما أمن ميلو كان نبض قويسو وانو مركا كبف لني يعني وحي الهي قدري دي دكتوري دي معلين كرتو ميل وكان نبضي هو انو مركا نبضي دكتوري دي مركا يمن كرتو مركا ما امن مركا ليلا وحوي وضرف مكان ارتو وانو ميلو كان امن يهي وانو مركا اسكي ايجين وانو دبكا فلني ما امن ومركا ضرف مكان اسلا مركا هو مفعل ثلاثة ضع الشيء شيء قدك في موضعه ماشي ذلك وفرز واضر في مكان نوعيس موضع ما هدي لي ومفعل ومفعل كم سيد محاذو يجي سه مفعل كونه حرف أفر حرف نقطة وحرف كوبات كرد بينه وكل بعدنا وره بينه كسد حادنا كرد بينه كأفرادها المحل العرب سو كل عرب تصيد هم نقولنا لكن أفر حرف وميم كبن أما وك كوباد وميم ككرد بيها حرف كحجارة ذي بيها كسد حادنا كرد بيها كأفرادنا عراب تقول يسق اللغة تقو أو يسق عراب تحديد يسق أيها مفعل إلى هذا مركا موضع مركا قرب على موضع كم مركا وو قاسو قلي يقلو إلى نسق سيو دواقين أو مارتي وو وحرف علو قابو تشيد ميا لكن هو مفعلون أربعة سافرت وحن صعود علي من ضج الفاكهة وقتي أي بسلاني سخطرته كاسادر في الزمان وقتي بسلاني سخطرته أي أن صفري مركها طبقها حالي إلى هذا وحن نوعيس ويدر في الزمان ويان ويدر في الزمان كان نوعيس وأنا مفعل نظرت وحن يجي نحو مغرب الشمس حق عاد عودو كدا عايسي معنا يجي نحو ودنعا اي كدا عايسي مركا مغربكو وهالك كدا عايسي هو ظرف مكان ميزان كيسون هو مفعل اما كوفرسو ورايزو هستوانت هو مفعل ان عاطف يعني قول ليحو عند المخرج الثاني الباب كالباب اكتيس أكتي سكليحه، أكتي سكليحه، حقي سوله حماه أكتي سكليحه. المخرج يعني هو ماسة لقبحه، يلا بعد بقول، مركان مخرجك هو مفعل، وأنا ظرف مكان. هناك ملجأ الضعفاء، هل كان وحاء هيجا، هي هل كدقيهين، تا
dadka jiricda tani malja meesha ay degan yihiin ee hoygooda ah. Marka malja waxa weeye waa mafcal waana darf mankaan. Almanzilu gurigu waa marqadul atfaal meesha ay seexdaan caruurta yar yar. Marqad iyo manzil, manzil waa meesha la degan yahay, labadooda darf mankaan bay noqon karaan. Marka manzil waxa la oran karaa waa mafcil isagu, waana meesha la degan yahay, gurigu waa meel la degan yahay. وسيا مدرسة وكله ومفعل ونظر في مكان مرقد نوى مفعل ومفعل ونظر في مكان ماشي أي سيحلان تذيب تاني ليلس كلابات بعض الكلمات أريدة التالية تصوص عطف في جمل جملوي من إنشائك أضغو أضعو ليسي بحيث سيبادو لكي ستكون أي نقطة مقعية داسي عفوا أريدة داسي مرة تنقل واحد نقول اسم مكان بين نقونيا ظرف مكان أما مقع مكان وظرف مكانك ومرة تنقل واحد لقد قيا اسم الزمان يا كريجيسا لوضع معنا بين وقبلك هرم الكلمة تواتم مسرع وماشى قفقو يعني مركو دنتو خدعه مغرب نوى ماشى عياده خدعه ما بيت هو ماشى الله يدو مورد نوى ماشى الله أروره مرجع و يعني ماشى لون نقضه أم وقت قال نقضه على كريجيسا مرسد نوى ماشى يعني لوقو قبضه شيء لوقو قبضه مركا مطعم وماشى يعني وحلقعون منتنزه منتنزه وماشى اللقوط الحيصه مركا وقت نوى لقلق كرا ومسرع وقت يقول عاي هي مغرب وقت جيد على عياده هي مبيت وقت جيل له هيدي مورد وقت جيل أروري هي مرجع وقت جيل صانغ هي مرسد وقت جيل لوقة بضي وشيء أد ماشى الله قرا شيء أدون سمتنا أد قبطوك مطعم وقت جيل عوني هي متنزه واحد وقت جيل الحيصه نوى لقلق كرا waxa kale oo laga dhigi karaa meeshu ku dhacay markuu qofku dhinto iyo waqtiga caayadu dhacday iyo waqtigu iyo meeshii loo xidhay iyo meeshii loo arooray iyo meeshii loo noqday iyo meeshii loogu gabaday midna shay la doonayo in la qabto iyo meeshii wax laga cunay madcam waa sawir dheer oo kale madcam baa leeyahay meesha cunto laga cunay mutanazahna waa meesha lagu dalxiiso labadaba waa laga dhigi karaa buulay fahmul masmuu imma kana waxa weeye شيء لا دقيستي إن لفهمه أو كان هو عشرين بلقى دقيستين عشر كانوا كره. مثلا بعد أن استمعت أنت دقيستي كذب إلى النص هذا كعشرين دقية لا أما كذوبا أجيبك جواب على الأسئلة التالية سؤالها نصوص عمرك هيك جواب وتمر كره دقيسو مرة جواب تمر كاسون بلقى جواب كريم تدريب واحد أجيب جواب بوضع علامة سواب علامة الصح رابط كقري أو خطأ ما تخلت كا واحد أهم أسباب الخلافات سببها خلافك كان ايه اقوم مهم سن خلافاتك الزوجية تقويس كدحمرة وها كم دا سوء الاختيار حلشاد او مركة ربحهم وارنتي هدي مركة ربقف كان اضو حلاتي اروقف هيا يسن باهين ايه هاي بكو قدري في خلافات يدي بوا يمانيسا وين الدانوين الان وها كو دعي حلشاء احن او دباتو اي مارتي كو هرسادي كراقف كي حما اثنين الجمال وقروحه أفضل معيار وميزان كوجونا يسون قروحه إيه لو ميزان كرا لاختيار زوجتي خلاص هذا قبر ده حاسكا فاسح معها يعني وحدين تها وجو مهم سن وعليه مركا قف جو حلو حوران كري وجو مهم سن وقروحه تاسوا قلت كي كمتها على الأبي أباها وحا واجب كوا تزويج ابنته إن إنتيسة أما حلك وحكة سارية هاي إن إنتيسة أجوريو لأول من يضربها قفقة أخرى صادن طاوي ديسته أو سوقت فريستون تاس صح معها وأنا وحرا قف دين لي وقيم له وأنا وحرا وأنا وحرا قف الدين تيسة كرها لتين يدقن كيسة بور هذي دي بعد أجورية أربعة الرجل صاحب الدين نينكا نينك صاحب الدين تي دين دين تقولك مياه قانون ولا كولك مياه لا يظلم مظلميو المرأة تجبر أو قبوا واسح كاس ودين تذكر تاجن خمسة يخرج الشيطان شيطان هو كبحة من البيت يقول هو كبحة إذا سمع بسم الله هذا بسم الله ما قعدها لقول واقع بسم الله لا إلهها هو كبحة تاسنا واسح هو كعريا ستة أصبحت المهور أصبحت المهور مهر كي دمر كو وحي نقدين اليوم ما انت غاليه مد قالي او العق بدن يا هنتي بدن جدا ادي يا اد وارن وامك انغو كره ذهب ام بالورن يا ام قيمي سنه قالي هي
ninka waxa guursanayna aanu haysanba 100 garaam iyo umbal oranayo waxyaabaha dhibta ku aguurka iyo caqabada hortaagan buu kamid yahay waa in la jabiyaa ee guurka lagama shaqeysto oo guurku ma shaqo loo soo doonto ma aha oo gabadhu ay ka shaqeysato waa meel ay reer ka dhisto oo ruux ka sameeyso ubad iyo arsaaq iyo deganaansho macna kale ayuu leeyahay laakiin ma aha meel baayacaad iyo de maartay lagu kala shaqeysanayo ma aha wax faa'iido leh inta badan meher ka cid kama hesho laakiin waxa ka muhiimsan in guri fiican la dhiso hadii la qaaliyo meherkana guur ka yaraanaya maduu guur kale fasaad ka badanayo sabca jacala allahu barakata ilaahay barakada wuxuu geliyey oo barako badan laga helaa fil marati gabadha qaliilati almahri meherkeedu yaryahay marka horeba ee jaban si jaban meherkeedu yahay waa runtaasa barako badan ثمانية المطالب المادية باهيها بدنا نقاله باهيها نقاله أي سبب دليا وسبب جديد وواحد وعري عصب ومحور دليا للخلافات الزوجية إسكواريماتك حاسك يقويس الأحمر يعني تتكلم كما قالوا يكوك ينلشن عصب وحكي أنت باهي أن أور لأقول وخرس بدنك وكعم عنا بدنا نلاهم لأن هذه الشيء دمر كاتش علوحها oo doono uun ugu sheen naga bedel kari naga hagaaji kana waa kan waxaan la dhigo waxyaabo aan daruuri ba ahayn kuwaas waxa markaa kiciyaan khilaafaad badan isnay naga daa uma baahnin mana haysan waxa soo ornaya dadna khilaaf ka bilaama waa waxyaabaha baahiyaha dhaqaalaha ee maadiga ama ashyaada gaar ahaan ashyaada ee aan maratay soo kordhay ee daruuri ahayn waxyaabaha khilaafaad ee kamid dhibaatada تدريب ثاني لا يسكت لبعض اختر واحد دورته هذا الجواب المناسبة جوابته ماشى كهبون بوضع دائرة هذه قلنا جاية جواب جلنيا على الحرف الصحيح حرف ك جوابته صح طحي أو جواب البعض أول حرف لا قراء لا بقي وض تصح هذا حرف ك صح هذا جوابته صحي جواب الجل واحد أهم شيء شيء جو مهم سن عند اختيار زوجتي مركب قبر الله حولنا يوقف كطورنا يو أن تكون هنا قبر نقطة ذات مال ألف ذات مال تحول له باء ذات جمال تقرح له جيم ذات الدين من دين له مركا جيم كات جرينيسا وحوق قرح له بدر وحوق قبها بدر قف قبر وكحشة سنة وشيء عليه الصلاة والسلام وقيلها فضفر بذات الدين تربة يداك وتدين تلي وحقر له واحد بابي كرم معنوه إنه مسلم كرم لكن شخص قف كشخصية إيمان كيسية دين كيسية قوم تيزو وواحد لقود قليها وقيمها نلاش هنا قيمه يقرحه يهلا ما أرتي قفك قيمه سامهيمة إذا قل الزواج هدي ترينا إذا قل الزواج هدو جورك كوي راضو في المجتمع بولشدة يا أمته ولا يرد جورك إسك دعيان سام رب ضاع كف كران قارع لا يرد كم دين ولا حلب ما قاعد كرنا إيوه حوالا ما هينا إيوه ما بحمل كرنا إيوه هيا بها صدق الله ما بعنا وهذا الدين قف هدو حلا صامن نقضه لأنه دو بولشدة وحكتره وحكتره نوح أقول ميزن إنه دمر كان ضيعان غيبتي صديقاته محو ترى يا هذي آنو قبلكم في اللانين ألف وحكم كثرة عدد السكان عفوا إذا قل الزواج هذو جوركو يراضو في المجتمع هذو ماذا كو يراضو واحد ألف كثرة وحبطة عدد السكان ديقان كتردي سوى بطنيسا جوركو هذو يراضو تاسوا غلط ومو بطني يو يرانيا با كثر الفساد دقن حمدا بدنيسا يزند تاسا مكا با اداسا لغوبيا كثرت وحا بدنيسا حوادث السرقه دعدوينك يا شلالك توغدا حدو يرادو غور او ددكو اد بيسو خديا مركا وحا لغلينيا ما ينه تلا قادي وا تاسو دقن حمدا يزند يي وحا سا بدنيه هدي غور لا وايو ان بنا ادمكو وحا كو ابورن قريزا باهي اي سو باهي هين هدي وددي حراشه غراتو حارتها بدنيسا ثلاثة إذا تدخل الأهل تدك حتى هاتي سو قران يسو كيهو بين الزوجين لبدا يسقبا ويرمه للسوف رجليا أما خلاف كود أنك حلنا إلى هذا يرى هيك سو شيء ذا نقرأ ألف كثرة المشكلات اللي بتدو يسيب بطاهم تاسرة صحية باء غلط المشكلات اللي بتدو يرانيسا جيم حلة المشكلات اللي بتدي ولا فرض عمينية way wadare saadadku way sii kala fogeynayaa waatan xaalay Soomaaliye naciid Allaah ciid macal arurtoodu la soo wax gashay lama oqola gabiid ku iyagu dhaleen aan loo oqleyn yani saaxadu waa in iyagu dhameystaan
هذه دعوة دليل هذا عند ميسن كرينا ده دبعة هايستي يقلبتوه أربعة كانت واحد نقطتي مهور زوجاتي وكانت واحد هاي مهور زوجاتي الرسول صلى الله عليه وسلم مهر كي لقو مهر يا حاسس كي نبيه بناتي هبلهيسي واحد أهاي ألف كثيرة تموي بضناين باء قليلة تموي يراين جيم كثيرة جدا آد بأو بضناين قليلة تموي نقاط نمر كوي يراين ما يبضنين خمسة تؤثر المشكلات وحرات كورها بتاع لباتوينك الزوجية حاس كذا أحد على في ألف الأولاد عروت النبي كطاي باء الزوجين واحد بعطاك كطاي لبض يسقى جيم الأولاد والزوجين واحد بعطاك كطاي لبض يسقى يا عروت لفتو دب هذا ما له صحيح لبض يسقى روا كدب قبض كروا كدب عدا دافته هنا ما وشيت عدا عدا وهم ويان عدا لبض دافه ما ستة إذا كثرت المشكلات هذا يكون بطان لبعطاك يا مرنك يا سهيسك يا خلافه بين الزوجين لبض يسقى هرب الأولاد عروت وعرر وكيا عن جريجا حاجوا يعان ألف إلى الحداقي بيرها يقران ب إلى الجيران حاجة شارك وتقان جيم إلى الشوارع ودوه كيو يعان مركا شوارع عسام مركا أيال قرية لو قرية هذا كان يقول ما بيرنا تج ما يعني هذه سوقي ذي مركا يسقى بحياة مركا ماشي أكو حسير كل ويان كنا جان كل ويان خلاف يمرن أي كلو كل مان إن السوق قرام من قرية سوق ذي كا مرها كدارها يستعجل قرية يمر بويان لباتهم مركا كاكرشة تبشري بلا كهريشة التحام با ضوف سنة هل كان خلاف كودي وح أبوه يسرق وها دبته وين وأنا دريم كذي سبعة إذا لم تكون بين الزوجين خلافات هدان لوضع إسقاط وح إسكهر إمادي مورن كده حين شعر واحد ريمان الأولاد عروت يري بالأمان ألف بالأمان نبتقليه قولي وده نبتقلي كتوقيا عبسنا ما قبيان ولا يدري الناس مالها والدين ويستيرين اسمالها ما مرغونيان با الخوف عبسي اي دريمان عبسي اي دريمان تاو رسالة صحية اي الف اي نبت قليدة هذا انا خلاف بشرين جيم الحزن مرغ اي دريمان مرغ ما دريمان روح دريمان هذا انا خلاف بشرين نبت قليد اي امان مركا مشكلة هان كرت لحد عاية الله بدا نسقبار لب وين 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 بيكوتها اوبط كان حالي بقال سوشر حياة أي دبا توين أو رات كجتك تا قلب جود أو عقدت جلسون ولا شو ذا الصامين كرتا إلى أنت نوري هنا ورم وحتى حال كده سلبي الرجال قاري كرين آخر الناس ثمانية تقع المشكلات زوجيته وهكدا عدا دبا توين كحاجة حاس كدحمرة يلا بدي أسقها بين ألف الأغنياء هو مع القبائل كم بامرمة هو حيسه أسقها بق الفقراء هو فقر إذا أهب بحرم بفقر يسكو قبضة جيم الأغنياء كو حيسيو الفقراء لبضا بو خلافو كيما دا تاو دا ميسالة صحية و أما هايس هايس أما وحا هايسان أما هايسان خلافو مدلو بو كي منكرا مركا وحانا كيانا خلافك يعني عقلي كلا دوان دبي عدو كلا دوان تدريب تالت ليلس كسدحات أجيب كتواب على الأسئلة التالية سؤالها صوص عدو كتواب باختصار سي كوبرو كتواب ما المعايير وامحي ميزانك إيا عبرك إيا هالبيك هل بيجي هذا إيه عبرك وقادر يا الله تي عبرك إيه هل بيجا وكل رجلي ويختار وكل دورنا بها هل بيجي هذا إيه عبرك الناس ضدك الزوجة تمحي كل دورتان مركون نكون دورنا يو إنه وحجور سدهر تمحو فكرة ده هيستوى معي أو قبلنا كأيجيا وحوقه رز الجمال أنت بدن مركي ضدك ده أذير يهين وروح ده أقوم مهم سن مركو رز oo waxa la la cadamayaan quruxda iyo muqaalka sare iyo qalfoofka jirka jirka qalfoofkiisa siduu u sameysan yahay ay dadku eegtaan laakiin waxa ku guda jira aad uma garanayaan halka hore waxa qalo eegan maalka dad badani in maal jiro oo dadka iyaguna dhaqaalaha daneeyana qof maal laba doontaan waxa qalo kamida sharafta iyo kaalinta mujtamaac ay midan gabadha ay reerkoodu iyaga jiraan madaxnimada iyo xiyaabaha dad baa iguna eegta oo ilaahaba korha ku jiidee ama haduu isagu meel ka soo jeedo muhiim ah tu ku dhiganta oo kale ay ilaahaan dadka qaarna waxa kale oo dadka qaar qaataan diintii akhlaaqda qofka taagu muhiimsan waa taa afarta miisaan nabiga uu sheegay taasina ugu muhiimsan ee itniin ma afdalu tilka macaayir
هذا ميزان الله عن صوشه يعني كيف أقوله نحسن كدينته ولماذا وايو توه دينتي يبقى أمر سؤال بمالي ثلاثة ما دور المرأة كارنته كل هذا هو محي كبرده في الأسرة تقويسها توه كارنته وأض أضبحاتك ليس قوي ما تجيب جيدا بقى ومع الأبهان يمكن كم واحد طبعا وحكم يدي عروت مرك أكتر كم من قنايا يدوم بس هو يسوحن ما مرس ورهاكن يدا كثريسه ورهاكنكته أربعة عمل مقصود ومحاوت شديد الوجه كذا بعبارة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرسول كياها تكون فتنة في الأرض وفساد وحنا بقول مركو دين ما دنا الدين دي سيرق كيس كره هالي تهين وجوري يا لو دين ووحد الله وحده هدي وإلا أبوه هدي تاسد دعوة يده تكون واحد دع دونه شري دونه فتنة بلاي الدين يبلاي دع دونته وفساد دقحهما أي كدع دونه في الأرض لك فتنة في الأرض وفساد لكن حمنا وفدي ويفافي دونتها أنا لما هدين هدي لو جور ما يقفقو ناسين أو جور خيران تبعنا برايا أبورني أو حدنا دونا عرور أن دكان كودي أب كودي على الجرني مصائب سكر دونا وحبذا بخرب دونا خمسة كيف تؤثر الخلافات سدير هذا قوي يسان وأود باتهيان مرنادة الزوجية تقويس كدعاء في الزوجين لبدا يسقبل لفتود dibaato imi soo gaarsan fikirka dareenkooda gubta maskaxdooda ay ololisa yaani wax soo saarkooda yareysa wadashirkooda yareysa kalsoonida ka baabeysa boqolal cudur bay leedoon la soo xalin karaan aan la habeyn karin oo caafimaad soo xataa khatar gelinaysa sita kayfa tu'athiru khilafatu zawjiyatu kayfa sidaba tu'athiru raadu kaga tagta al khilafatu muranada azawjiyatu qoys ka dhaxdha waa labada isqaba fil awlaad u badkasi u sameysa sida ugu xun u sameysa xataa way iska xajin karaan وهو way dhaami karaan dadkan waa inay bislaaday aqliyad laakin kuma yar maayo bislaan ba ma xamili karaan wax jabiis waa looga tura aad iyo aad waxaaba inagu yar ubadkan ba aan cidi laba maroodi haday isdilaan awska ayaa burbura marka waxa weeye laba maroodi ay isjeeraan awsku waa lagu tumanaya arurta hadii lagu dul khilaaftamo wala burburinayaa bayada la burburka maskaxeed ayaa lagu xun shirka qoro ma ka maskaxda ugu kayfa tu'athiru al-khilafatu siday wax u yeesha oo raad ugu yeelata xun khilaafaadka azawjiyatu qoys ka dhaca fil mujtama' mujtama' dibaatooyin baa keenta bulshada iyo ummada ummadkaasi markay firdhaan ee faafare wadada galaan ay dib jir noqdaan dadku ay burburinayaan waa mujtama' mujtama' ee tacliin waayaan ee dhaqaale waayaan ee akhlaaq waayaan ee laflow dhagax noqdaan cidda ay burburinayaan waa bulshadan ay ka dhasheen meel kale ma keenin ma tagayaan bulshadina dhibaato ku soo baxaysa tamaaniya hal yakhlu baytun majra guri kamaran min khilaafa an waligaa is khilaafan laba is qaban waligaa is khilaafin majra an bay leeyin waxa la leeyahay adag tahay aad bay adag tahay inu khilaafkoodu yara waa la heli laakiin waligood bay isma khilaafin waa adag tahay arabi laba istaan bay laba qof oo isku mid u ma jirin ba waxa isku khilaafaya ma jira laba aqal oo isku mid yahay oo dabeecaddu isku mid tahay oo isku qofa oo is hela ayaa yarba sa lagu helaa wadii la helay ba marka haday kala duwan yihiin ba khilaaf baa soo baxay aragtidooda kala duwanaatay yani ah khilaaf waxba ay kala duwanaan marba tadrib 4 tadrib raabi ka afraad wala iska afraad lakhis soo koob ma samcatay leeyahay waxa dhigaysta dabaad ugu soo koob oo kan ajirada laga dhigaysanaya dabeedna waxa laga soo waxa la soo milaaxinaya وخا ادغيستي او معنى كوبا لغا سو ساري التعبير الشفهي والكتابي كان واه الابور حق افكا او انت لو ويديو واد كا جوابتو او لا تخو ايو هادل كسبايسميا والكتابي يمد قرالا اولا التعبير الشفهي كافكا لغا جوابايو ايا هورتو هوريا تدريب واحد تبادل اسوي دارسدا الاسئله ولوجي اجوبتا ويديني ورعلين وسؤال يجواب مع زميلك ادغي صاحبك نشاد ثنائي waa shaqo laba qof qabanayaan oo adiga saaxiibka iska waydiinaya waahid limaad ay tazawajul insaan waa su'aal iska fudud oo hadal imka hadal walaa tax iska aan maartay wax ka soo baxayaan muxuu u guursadaa qofku oo wax looga garanayo maxaa ugu horeeyay hadii qofka la yiraahdo waxa laga yaabaa inuu qofku yiraahdo inuu carruur dheeyso ama inuu maartay sawid isugto waxa ugu horeeyay la yiraahdo al unsuba la yiraahdo weelka ugu horeeya inuu qofku cidlada ka baxo waxa kale oo ka dambeeyaan qof barku weynaado ehelkiisa uu ka tagayaa de marka cilad joogba noqon karo weelka ugu horeeya wax la yiraahdo
oo wuxuu leeyahay nidaam hab loo maro markuu soo qofku afkaarta ku hayo inuu helo inuu hadii alaad xaraan ka badbaado oo xalaal helo isla marka inuu ubad keeno oo islaamku wax ku soo daro tarbiyad wanaagsan sameeyo diintiisa ku arimo badan baa yaala oo mas'uuliyadana uu diyaar garow qaado tamaniin ma sinnu waa maxay da'da almunaasibatu ku haboon lizawaaj guurka qofku markuu imisa jiro ayay ku haboon tahay limaada da'daad sheegta maxaad ku dooratay baa lagu leeyahay yacni waa maxay waxay kuna dhimi ku xidhan yihiin mar cajalada dhegeysto waa imtixaan ku wada xidhan cajalada dhegeysigeeda talaata kayfa yakhtaaru zawju zawjatahu fi baladika baa hadana kuuri kayfa seeduu yakhtaaru doorta azawju ninku zawjatahu xaaskiisa fi baladika dalkaaga maxaa loogu talagay waa loogu talagay li kayra daadmiina bilcarabiya dadkaana af carabiga aqoon wagaasuu ku weydiina kule dalkaaga see oo ninku waxyaabaha lagu doorta gabadha lagu jecel yahay maxaa ka mid a waa noocyo badan soo dalalka qaar ma ilahan gabadh dhuuma maan doonaya qaarato buuro maan doonaya qaarbas wax ma doortaan dee waa sababaha lagu kala doorto tu aqoon lama tacliima tu aan aqoon ba lahayn qaar bayna mutacalimada dooni mayna murankeeda mutacalimada waa mura badan tahayba dooni mayno tu waxba garanay maan odhaanta hal takhlu alxayaatu azawjiya miyay ka marnaan kartaa nolosha xaasnimadu iyo wada noolaanshaha labada isqabaa min almushkilaati dhibaatooyin dhex maraan way yartahay way aada ba u yaraan kartaa ma jirta odhan mayna laakiin aada ba u yarta limaada waayo waxa weeye sababtu waxa kala duwan caqligooda iyo dabeecadoodaba dabeedna aragtidiina way miday wax dantuna way midaysay dabeedna meel kama wada arkayaan khamsa mal mushkilaat wa maxay dhibaatada dhibaatooyinka alati taxdutu timaada bayna sawjayn labada isqaba fii baladika waddankaaga dhibaatooyinka u badan ee isku qabsaan reeruhu waa maxay waddankaaga buu ku leeyahay deenaga jaadkan baaba noqon karaba sita kayfa tucaalij sa u daweyn kartaa almushkilaati zawjiya sida aragtidaada maxaad ku daweyn lahayd adigu oo waana qof ilaa aragtidiisa loo qoraa la doonaya waa casha arday baa la siinaya waxaan dadna nin walba wuxuu qorayaa fikraddiisa ninka ugu fikradda fiican baa soo baxaya marka ku xiga ama ku xig tadriibtaani layliska labaad ayuhumaa afdal labada kee wanaagsan walimaada muxuu ku wanaagsanaaday labadan soo socdo weeyaan ayuhumaa afdal labadan kee baa wanaagsan walimaada muxuu ku wanaagsanaaday yaa qabanaya nashaadun tunaay laba qof baa qabanaya nashaadun tunaay oo isweydiinaya oo midna uu su-aalaya midna uu ka jawaabaya waa maxay marka waaxid an yatasawaja alinsaan inuu qofku guursado bini aadamka mubakiran waqti hore isagoo yar yacni waqti hore isagoo yar ama mutaakhiran waqti dambe uu weynaaday markaa midba mid buu odhanaya way ka doodayaan midbana wax buu ku wanaagsanaan karaa labada mid waliba itniin an yatasawaja alinsaanu min aqribaaihi ma waxa wanaagsan inuu qofku xigtadiisa ka guursado iyo hablahil maadaradii iyo kuwa lamidka habal wadaagtii iyo laabtidii iyo am min ghayri aqribaahi kuwa aan isaga sukiyihiisa ahayn labadaa keebaad adigu u aragtay inay fiicantahay bu ku leyay talaata an yatasawaj insaanu min baladihi manuu waddankiisa ka guursado ee dadka isku afka yihiin ee isku dhaqanka yihiin ayaa wanaagsan am min ghayri baladihi mise dad aan waddankiisa ahan waddan kale ah inuu ka guursado arbaca an yatasawaja arrajulu ma waxa wanaagsan inuu ninku guursado min fataatin sagiiratin inan yar oo da' yar oo markaasuun kacaantay am kabiiratin mise gabadh weyn oo adkaatay inuu ma oo gaamurtay inuu guursado khamsa ay soo jeer rajul ma waxaan sanu inuu guursado min fataatin mutaallimatin inaan mutaallimada wax baratay oo jaamacad ka baxday am gair mutaallimatin mid aan waxba dhigan ba qofba mid wuxuu xiiseen waxa aad sigi soo dhin mid aan mid xiiseen ma jirto mid la isku raacsiin ma jirto nima si warka oo wuxuu dhahay ninku yacni inaan yar inaan yar san oo dhahay walba afkara ma maayo qof weyn oo fahmi karo la tashan karo qaar wuxuu dhahay gabadha weyn dooni maayo ta yar baan doonayaa qaar waxay leetahay tacalimada su-aalaheeda iyo halxidaalaheeda iyo murankeeda ba ka bixi maayo wayna fahmaysaaba tu aan wadi karayno oonaan ugu jahayno oo maxaa talesana tiraa yaanu doonayno ninba waxba u jecelayad bini aadamka sita an yatasawaja rajul min imraatin caamila ma waxa wanaagsan inuu ninku gabadh shaqaysato guursado am gayri caamila mise mid aan shaqaysan ninba mid buu jecelay ninka waxba hayn ragba ma odhan qaar masruufta imika taasaa badatay ba imika ayaan doonayaaba oo gabadha imika wa haysataa gebigeeduba kolejaada haysata ma nin weydaba imaka waa la guursadaa un taan waxba haysan cidila aad uma baydho ragga dhabika cusubi saasaaba badanba imaka waa waxyaabihi beligood laga xusoon jiray waxa ohan jiray ragga hore haddii dheri sidato dheriga ka kareejabi dherigaasi ma haraye waa kii aan reerkiga ka keeraas bay ku hayn doontahay dherigaa jabi ay odhan jireen min waxba siiya ninbaa wanaagsan bay odhan jireen oo adu aada mas-uuliyadda wada qaado waayo maxay ilahay qur-aan ku yidhi arrijaalu qawaamuuna cala nisaa'i bima fadalahu bacdahum cala bacdi wa bima anfaquu raggaa maamula qawaamuun raggaa maamulaya dumarka
waxa ku maamulayaan marka horaba ilaahay baa u kala abuuray oo way kala aqli badan yihiin inta badan ragga aqli badan way kala calool adag yihiin inta badan ragga calool adag way kala xoog badan inta badan ragga ayaa xoog badan way kala dulqaad badan inta badan ragga ayaa dulqaad badan way kala hoggaamin fiican inta badan ragga mar walba ma aha qaar dumar oo ragga wada dhaafayaan way jiraan laakiin aqlabiyad baa laga hadlayaa inta badan ragga hoggaaminta ku fiican hal abuurka inta badan ragga ku fiican waxyaabo badan bay ragu kaga horeeyaan dumarka وبما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم حولها يسيرين هذان واحد بس سنين ما حد كو تلين انسان الله حد كو تلين كتاب جرت حول ما سنين سيد بي وحكي لو ليش ماركس بو خوري الذي يملك والذي يحكم منك وحيست منك وحيست ما تليا كبردو ده مره هدي خول هدي غبردو خول يلاتو تو واخ قول سو تلينيا حد شيغي سادو انغي با دينا بخنينه وانا غوان قادنا ودن دبا سوتها با يمنه سدي hadda taa waxna isii aan taliyo ta macquul ma aha waxa lagu raaci waxa ma bixin sidbi walad wax dhiibtaa adabna lagu dhageysta loos waa isku beegnaadaan laakiin hadda taa waxna ii dib talan iga qaado cid wax ma ku weydiinayso waan wax imka soo koray laga baahay laga koro oo ragu ay isku tala galaan inuu wax hoggaamiyo oo halku ku jir jiray ku soo noqdo wax badan baa isbedelay imka aad iyo aad isu bedelay xagga mowduuca marka laga hadlayo oo masalan nin dhalinyaro ah oo maaratay waxyaabo imika dhaqankay nagu kharibay ka mid tahay dumarka fukrinka u jeclaadeen nin ma waayaanba si la furo la kaxaysanaya oo mar waxa loo jeer naag la furay fadhi ula meel ay taagtaa ma jirto udubkay qabsan jirtay maxaa u qabsanaysaa udubka lama guursanayba maxaa loo guursan waa rag mabay doonayba naag la soo furay nin isku kalsoon buu ahaa oo naag aan cidba ugu horeyn doonaya dabadeed dhaqankay adkayn jirtay arrintani imikana maxkamaday qaar ku sugayaan oo cid balays haysata iyo caalamkan hadda ee badan ay ka dhaxdeedeen in qaar waxyaabo la yaab ka mid ay nagu soo kordhay u baahan in xal laga helo oo halkaas wuxuu qeyman karaa ragga oo deeqimayaysa oo halkiis ku soo noqdo tariib taariid layriska saddexaad waxa weeye isna maada tafcal maxaad yeeli adug haddaa nin tahay tafcalin maxaad yeeli gabadh yahay adiga laftaada fi lmawaaqif taaliya go'aamadan soo socda hadday kula soo kulmaan maxaad ku tashanaysaa oo aad yeeli lahayd nashaadu sunaay waa shaqo laba qof qabanaya imika waa su-aalo sawjika haddii ninkaagu sawjatuka ama gabadhaadu sawjiki gabadh yahay ninkaagu haddaad gabadh tahay buu ku leeyahy sawjatuki gabadhaadu haddaad nin tahay laa yusalli haddaanu tukanayn ninku laa tusalli haddaanu gabadhu tukanayn maxaad yeelaysaa labada mar baa su-aal la wada weydiinaya haddaanu gabadhaad qabtaa salaada tukan maxaad ka yeelaysaa hadiise aad gabadh yahay ninkaagu aanu tukan maxaad yeelaysa maxaa raaca itini sawjatuka sawjuki sawjatuki yudakin tudakin haddii ninka gabadh yahay ku qabaa sigaari cab yahay maxaad ka yeelaysaa hadday gabadhaadu sigaarka cabta adugusa maxaad yeelaysaaba oo gabadhaad gursada sigaar un kugu horsidato maxaa adiga qudhaada kuu yaala ilama waa arrin martaa lama filaa kugu soo bixi karte dadku lama dhadhamin kare talaata zawjuki ninkaagu zawjatuki zawjuka gabadha ninkaagu zawjatuki niyaho gabadhaadu kasiirun haddii ay kasiiru siyax ninku hadduu qaylo badan yahay waanad kaba nasanay oo meeshuun ka dhex dhawaaqayo kasiiru siyaaxi kasiiratu siyaaxi hadday gabadhu qaylo badan tahay halkee ku qaylaysaa filbeyti guriga haddii gabadha ninkan ku qabaa uu mid qaylo badan dhawaaq dheer oon aamusan yahay ama gabadhu ay qaylo badan tahay caruurtii adigii ku qaylinayso maxaad yeelaysaa waa talooyin ku yaalla adii inaad ka tashato od jawaab ka bixiso maxaa waxaan ay yihiin wax la qorayo oo ardi loo dhigayo oo dabeedna ay ka jawaabayaan arbaca zawjuki haddii gabadhee ninkaagu laa yusaaciduki aanu kugu taageerayn fii acmaalilbeyti shaqooyinka gurigaba aanu ka qayb qaadanayn waa se inagu badanahay dhaqanka soomaalida badanaaba inuu wax keeno waa laga yaabaa laakiin inuu guriga iyo ka qayb qaato intuu suwaal gaaban u gashto guriga wax ka qabto oo dharka wax ka maydho oo dheriga wax ka kariyo oo innaga waaba qorqodu ahaan jirayo waaba la yaabi jiray kacaynkaas dumarku dhaxa taa waa iskaga tegi jireenba hadduu isaa taageer oo dherigii ula karinaya baa jiray way ka xanaaqi jireen waa dhaqanku waxyaasha macruufa oo dhaqanku xumaan ka dhigo iyo wax xun oo dhaqanku hagaajiyo dhaqankuna ciyaartiisu ciyaar ma aha oo wax adag oo si dhibir looga gudbi karo zawjuku zawjatuku yadrib hadduu niyaho gabadhaadu ama gabadh yahay ninkaagu hadduu yadrib tadrib alaad faala katin hadduu caruurta in badan ninku dilayo uu ku gacan kulul yahay ama gabadhu caruurta ku gacan kulusa way dhacdaaye oo ninkuna ka damqaynaanu ogolayn muxuu yeelayaa waa dhibaatooyin jira
زوجك زوجتك هذه قبل هذا أما هي قبل هاي نكاهه لا يحسن تحسن معاملة أهلك تاسو قدم بيسا أما يدنو ما هي هذه قبل ذا نك كقابا للي قيس كين أحيي هاي حال كتب سنة هذه هذه قبل ذا قبل ثالث هيركين أحيي هاي حال كتلا والله علوم بسوا بالهي توفيق.